يوم الحرية الثاني عنوان تجمع للجنة دعم الثورة السورية في هولندا أمام البرلمان في مدينة لاهاي. شارك فيه العشرات من أبناء الجالية السورية بمختلف مكوناتها، وذلك بالتزامن مع يوم استقلال سوريا من الاحتلال الفرنسي عام 1946. وطالب المجتمعون الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي بضرورة محاسبة نظام الأسد لما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري مستخدما السلاح الكيميائي. عام 1946 17 نيسان كان يوم الحرية الأول، ولكننا نعتبر هذه الحرية منقوصة بوجود العائلة الأسدية الحاكمة في سوريا. نحن ننتظر يوم الحرية، يوم الاستقلال الحقيقي هو يوم خروج الأسد من سوريا. لذا خرجنا اليوم لأنه يوم الحرية الأول وننتظر يوم الحرية الثاني. أعضاء هولنديون في لجنة دعم الثورة السورية أكدوا لأورينت نيوز على أن حكومتهم ابتعدت عن النظام في الوقت الذي ما تزال فيه بعض الأحزاب الهولندية تتعامل مع الأسد، مطالبين بضرورة إيجاد حل سياسي ومحاسبة النظام على جرائمه. فحوى هذه الرسالة الموجهة لوزارة الخارجية الهولندية هو أن الأسد استخدم السلاح الكيميائي ضد المدنيين، ويجب إدانته، فهو من يتحمل هذه المسؤولية، ويجب تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، وأن يتحمل مسؤولية جميع الضحايا، وعلى الإعلام الهولندي تغيير خطابه تجاه الأسد والثورة السورية. لجنة دعم الثورة السورية أكدت على ضرورة توسيع عملها في خدمة الثورة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مثيلاتها في بلدان الاتحاد الأوروبي. في المستقبل نريد نعمل لجنة دعم الثورة في اقتراح أنه يصير في أوروبا، في كل الدول الأوروبية على هاي الشكل، في هولندا، لأنه إذا قدرنا نعمل منظمات في كل الدول الأوروبية أنه تجمع كل الطيف في أوروبا، رح أنا برأيي إنجاز كتير عظيم وكتير مهم للشعب السوري. جدير بالذكر أن لجنة دعم الثورة السورية في هولندا تأسست مع انطلاقة الثورة في سوريا، إلا أن نشاطها في الآونة الأخيرة كان بغالبه في المجال الإغاثي. استذكر السوريون بمختلف مكوناتهم يوم جلاء المستعمر الفرنسي عن أرضهم، ولكنهم يصرون على مواصلة النضال من أجل جلاء حاكم مستبد حكمهم وظلمهم أكثر من المستعمر الفرنسي. من أمام البرلمان الهولندي، ماكسيم العيسى، أورينت نيوز، لاهاي.